لا 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 شوف 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 وريك وريك دقيقة دقيقة شوف 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 معنا دقيقة شوف 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 محرض هذا لا والله ولا غيش بطل على بطل رجع هناك يلا لا 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 طاطك والله العظيم والله طاطك كلها حبيبي يا عذار يبطل له راجع ها راجع لو سمحت هذا سيد غربي لو سمحت لا 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 انا اسف انا اسف والله اسف انا اخر مره اخر مره اخر مره توبه هيثم هيثم يلا يلا انا ابغى بيت شعر بيت شعر يلا بيت شعر بسرعه ارفع صوتك ارفع صوتك والله سعود كان مكاني كان في احد من اصحابي اقسم بالله هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والسيف يعرفه والحل والحرم يا من يرى مد البعوض جناحه رهيم الأليلي تنشد يا رفيقي على الحال الحال طيب ولو ضاعت للي ترللي كل المعلم يوفي تبجيلك هذا المعلم وان يكون رسوله تكسر والله تكسر يا اخي سبحان الله اي والله يلا يلا قدم قدم مدينه قدم رجال يقول لك خلاص ثبتوها عشان ما تسوي اتيت الى والله حلو صوتك فارس كمل كمل يا اخي انت بنت كمل الهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل أتيت أجر خطايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين فكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليل بأن لديك شفاء العليل انزل يا وهيبي انزل بحثنا عن انزل يا وهيبي انزل الكنز المفقود انا طالبك يا وهيبي انزل روح ها انزل انزل يعني زي ما هي انزل هات لا تكفى تكفى عطنا حاجه فرحيه تكفى خلينا نقول فرحيه من يحذر الله من راحت المختم قيب الله يحفظك حفظ رباني والعبد خطا ولا حد من خطا يسلم والبر بعد الخطا توبة وغفراني قد خصك الله بمكرم وما أنعم ويعدلك في جنان هدارك ثاني ومع الله أملك الله مع الله يا مملوك على باب الملك سرورك نجاحك مع الله من يحذر الله اسمع وحد المختم اسمع فراقب الله يحفظك حفظ رباني والعبد خطا ولا حد من خطا يسلم والبر بعد الخطا توبة وغفراني ومع الله الله مع الله يا مملوك على باب الملك سرورك فلاحك نجاحك مع الله لمن راح كنت في الأوبريت اللي قبل شوي طبعا رحم الله هذه الجلسة كانت في جلسة في هذا المكان أنا رحمت المخدة بتروح هذا الشيء الثاني نبغاكم تعطونا جزء من الاوبريت بمشاركه هذا الجميل ما نهبط والله اسف طيب اسف مخلص ما نهبط والله ما نهبط مخلص جماعه الخير نظبط الهندسه هندسه حركات مخلص يعني ويها مخلق مخلق يا عيال وانا نايم مطبخ وانا نايم وانت مطبخ اسمعهم كثير بالمرك انشات كانشات هل انت ميست انشات او ان انت تحس نفسك منشد او انك تستهبل في انشات نفسك لا السؤال الاخير لو فكيت من السؤال الاخير هذا طب هذه خيارات والله مو سر خير مشيت معك الرسميه وحركات بس اخر شيء عجنت
هذا شبيه يا عيال اصلا هو ما يرتاح. طيب انشاده حلو والله انشاده حلو. انا بس والله اخوان ايش فيكم؟ انا ماني منشد. هل انت منشد؟ تجاوبك. طيب اي انا اي ولا انت منشد انت؟ والله الخاطر يعني اي والله. يا اخي انت اسمعني شوف الله اسال زين اسال زين مثل تسال يا عبد الله جاي يوبخ شايف؟ شايف؟ لا اقسم برب العزه اني اليوم تفاجات. لا سؤالك حلو يا عبد الله. تفاجات بصوت مخلد اقسم بالله تفاجات. حتى راح يقول شوف صوت مخلد قاعد اسمع صوت مخلد ليه. سمعته والنقز الاخير دي في المطبخ تشوف صوت عنده وضع. طيب بقلبك ابغى وهيبي بعلمكم شيء. ابغى وهيبي وفارس وهيس اقسم بالله. كم سؤال؟ انا اليوم سكرنا ساعه كذا نلعب مستنسين. نبغى عبد الله والله كلام حلو مره. انا معك وهيبي وهيثم وفارس وانهم دوتو كانوا جالسين هنا قبل. الحق الحقيقه والله صح. ابغى منكم كل واحد منكم موقف كنت تحسه خطا بسبب عمرك. لما تقدمك بالعمر تقول يا اخي انا كيف كنت اسوي كذا. انا طبعاً سؤال عجبني عشرات المواقف. حلو. ابغى موقف يعني مثلا في واحد او مثلا ولي امرك كان يمنعك تطلع بعد الساعه 12 في الليل الساعه 10 الليل. نعم. كنت تقول يا اخي ليش كذا يسوي؟ ليش تقدمك العمر قلت يا اخي والله لو اني منها اسوي اكثر. كان بعن وجهك ابو حامد. موقف الدراسه موقف صح. ابغى ابدا فيكم الثلاث انتم. طبعا كنا نسولف قبل ما تجون عن مواقف. والله والله اي والله موقف. عطنا عطنا عن الـ عن الـ النقطه هذه. حد عنده سؤال؟ تفضل روح اليمين. موقف كنت اظنه صح زين وندمت. كنت اظنه خطا ولا اظنه صح؟ موقف لا. كان خطا كان خطا وانت كنت تظنه صح. حلو ممتاز. بعدين يوم كبرت يوم كبرت عرفت انه فعلا هو الموقف كان خطا. كل ما عند الا الاول هذا الا الاول. يلا موقف وقف سيارتي عندي موقف. خلنا نفكر. طيب عندي انا موقف. يلا عندي انا موقف المستعد. طبعا زمان كنت صغير. المهم والله ما شاء الله بالله خلي تكلم تكفون شباب. يعني دقيقه يقال لكم الحين فلاويه. ترانا على فكره يعني دقيقه يقال لكم الحين تبون تمسكون الجلسه يعني. انا ما قلت ها لا ما هي ذم عشان هم حقين الجلسه. انا طبعا والله امزح ترى انا احب كذا اتغشمر اسلم يا فارس اسلم اسلم يا فارس. الموقف هذا زمان يعني كان واحد من اخواني تقريبا من المتوسط او الثانوي. المهم طبعا انا بيني فارق سن تقريبا 6 أو 5 سنوات. المهم هذيك الايام ايام دراسه ورحنا نلعب بلاي ستيشن عند ناس من جيراننا. المهم طبعا هذيك الايام كنت صغير وتعرف لازم تنام ومدري ايش. المهم رحنا ولعبنا وفليناها تعرف فله زمان يعني ما في اي. طبعا اتوقع بلاي ستيشن 1 على ايام. اوه يا زمان. المهم زمان والله. رجعنا البيت متاخر ولقينا واحد من اخواني الكبير واستلمنا ذاك ابو صفيره جلد ضرب ضرب. طبعا احنا مبسوطين من الـ من الـ الجلسه ذيك ولعب ومدري ايش وتغيير جو ومن هذا القبيل عرفت اسلم. المهم طبعا ليه تسهرون وليه وليه تعرف عاد الكبار ايش كانت نظرتهم وفكرهم والاشياء ذي. لما جاء بعدين انت موقفك وقتها تفكيرك وقتها وش كان يعني انه هو مخطي. ايوه انه هو المخطي عرفت يعني ليش يمنعني من الشيء ذا من عادي تروح انا صح ومدري ايش ومن هذا الكلام. لما جاء بعدين وعرفت بعض القصص بعض الاشياء ومدري ايش عرفت ان هذا يعني لو كان في مكان ثاني او شيء كان ضرر علي. كم كان عمرك؟ صغير والله في الابتدائي. في الابتدائي فكانت يعني من هذا المواقف اللي اثرت فيني بعدين انه بالفعل يعني الواحد اذا قسى عليه والده واخوه انه لمصلحتك. الله. وعلشان وتكبر تعرف. ايوه وتكبر وتعرف انه الله. لها قيمه. هيثم. بس بعد ما تلاقي لك جد. تفضلوا عندكم مشاركه شباب. هاي شيء كنت اظنه صح. حلو. على دربه.